عجبني مدينة الداخلة. جينا لمدينة آسا باش نعرضوا مسرحية الصعلوك مع الإخوان هشام البلال ومع واحد نبي برني وشيد توفيق صلاح الدين وكذلك الإخوان الأعلام نشكرهم على هذه المجهودات اللي من طنجة إلى آسا باش نعرضوا هذا العرض في الترابع وكل مدينتنا هاي. والحمد لله جبرنا ياسر من الترحيب من الإخوان ديال أهل آسا ونتمنى أن هذا العرض نتمنى يكون في حسن ظنكم إن شاء الله ونتمنى التوفيق لجميع المسرحيين في الصحراء كاملة ونتمنى دائما نجوكم إن شاء الله في أعمال جيدة إن شاء الله.